تربينا في ريحته، كل عائلة عندها المنتوج هذايا في الدار، ديما الوالدين معناها نتذكرهم بالمشموم، والعادة هذه ما حبيناهاش تهرب منا، وحبينا نثمنوها، وأمي متو نحسسوا الشباب اللي هما في طريق الإبداع ينجموا زادا يحطوا الياسمين كوسيلة لابتكاراتهم لخلقهم وإبداعهم. كذلك زادا ينجم يكون هو نفسه معناها منتوج هام لخلق العديد من المهن ولا من المشاريع الاقتصادية. لذلك في بالي أنا البادرة هذه أخذتها الجمعية، لكن ما يلزمهاش تقف على حد البادرة هذه، يلزم تضافر جهود متاع المجموعة الوطنية الكل، كل الجمعيات، كل المؤسسات الاقتصادية مع بعضنا، مجتمع مدني، باش نثمنوها ونعطيو وجهة أخرى في المجتمع متاعنا، وهكاك تولي يمكن دوليا المنتوج هذايا يتعرف ويجيوه السياح، ويقع الابتكارات كبيرة، وتقع معارض وتكوين. نتمنى الشيء هذايا، هو حلم يبدأ ديما بحاجة صعيبة الخطوة الأولى، لكن الحلم هذايا إن شاء الله يكبر بشوية بشوية ونوصلوا به لما نريده ونحققه في مدينتنا مدينة صفاقس. لازم نذكر الجوائز هذه مهداة لمدام سعودية، اللي هي حابة تتبرع بالتظاهر الجوائز هذه، مثلا الجوائز هذه وأكثرها هي من حلويات من صنع مدام سعودية اللي بارك الله فيها. نرجع للياسمين، الأربعة مشاركين الصغار، سي أقرالي باش ما نغلش، سيد أخرى، كل هما؟ هذيك قينا دابوسة، جميل شكار، وينك؟ راه، أيجا عايش بنتي؟ هي مش من تاخر؟ شكون آخر؟ أربع، سي يوسف عبيد، عندك جايزة فزت بيد وحدة، ها؟ بتمشي توصلها لأمك وتقص أمك معاك، الله يخليك. نسيتو عندي تصويرة أخرى نتاع تعرف تقراها قصة ولا مش تقراها؟ طلع الكادو نتاعك، طلع هالكادو، طلع الكادو نتاعك. صحيح.